مشاهدينا الكرام، وحنا كنتواجدوا حاليا في مدينه العيون، مركز مدينه العيون، شارع البحريه. والاشغال كيف ما كتلاحظوا معايا هنا، الاشغال موجوده بكثره. معنا فريق سبايو. كيف ما قلت لكم، فريق سبايو غادي نشوفوا كيقوم بعمليه الصباغه حاليا، كيصبغوا هذا الشارع ديال البحريه، صباغه ديال كولورادو، صباغه ديال لوطوروت اللي كتكون في لوطوروت ما شاء الله. وغادي نشوفوا الطريقه ديالهم والاشغال ديالهم. اذا حياهم الله، معنا الناس ديال فريق سبايو، حياهم الله. اذا هذا هو فريق سبايو. اذا هذه اله ديال الصباغه اللي كيصبغوا بها حاليا. اذا كيف ما كتشاهدوا معايا، عمليه الصباغه او رش ديال الاسفلت. وشوفوا متابعينا الكرام، الصباغه كي كتولي الطريق ما شاء الله. هادشي كاين في مدينة العيون، في قلب العيون، العيون إن شاء الله اللي غتولي من المدن الرائدة والكبيرة في هذا الميدان. إذا مشاهدينا الكرام، عملية الرش الآن وعملية الصباغة اللي غتمشي على هذا المدار، على هذا الشارع اللي معروف باسم شارع البحرية. نجي نشوفوا الصباغه كي ولات، ونشوفوا النوع ديال الكولورادو من النوع الجيد. الصباغه جيده ما شاء الله. اللي كتعطي لهذا الشارع واحد الرونق، واحد الحله جميله ان شاء الله. اذا تحيه لفريقنا خاص بعمليه الصباغه، شكرا لكم، تبارك الله عليكم، خويا الله يعاونكم، حياكم الله، بارك الله فيكم، الله يعاونكم، تبارك الله عليكم. اذا هالمعدات ديالهم، المحركات ديالهم باش كيخدموا، الكومبريسور ها هو كذلك هنا ما شاء الله. اذا مدينه العيون تتعرف واحد ايضا تقدم وازدهار، اللهم بارك وزيد في ذلك. منظر جميل كذلك هنا. رائع، منظر جميل جدا. القنطرة الجديدة راهية. إنها مدينة العيون، لم تعد صحراء، بلاد كلها مياه إن شاء الله، ما شاء الله. السلام، سلم بالسلم وطن.
اذا المشاهدين الكرام من بعد ما خدينا التصريح من ما شاء الله شوفوا ما شاء الله شوفوا ما شاء الله من بعد ما خدينا التصريح من اللجنه المؤقته من مندوبيه ديال تجهيز مندوبيه تجهيز اللي مكلفه اللجنه المؤقته انشاء الطريق الوطنيه تيزنيت اطول طريق تيزنيت الداخله هي اللي مكلفه بها وجا معايا سي مصطفى هو اللي في هذا الفوزفاغن هذا جاي معايا بنفسه باش يعطيني المعلومات الكافيه شكرا موصول لي رضا جزيل بخير شاف ديفيزيون في المديريه ديال التجهيز هنايا اللجنه المؤقته والشكر الموصول للسيد المدير والمسؤولين اللي كيشتغلوا في خفاء حنا جينا للجسر اطول طريق وجسر ما شاء الله طويل ما شاء الله شكرا ليه هو جا معايا في هذه السياره فولكسفاغن اذا حنا وصلنا شكرا الموصول سي مصطفى متابعينا الكرام هذه هي بدايه الجسر امامكم وتحيه لفريق اس جي تي ام هما اللي شادين هذا المشروع اس جي تي ام معروف باسم القباج اذا بدايه الاشغال او بدايه الطريق الجسر من هنا بدا الجسر طويل اذا كيف ما كتشاهدوا معايا القنطره ما شاء الله قنطره ضخمه هائله شوفوا هاي الاساس ديالها